خبر حلو، خبر كتير حلو. شوفوا لوين وصلت فينا التكنولوجيا. تمكن مجموعة من العلماء في لندن من تحويل صوت الموسيقى لإحساس بيوصل مشاعر الشخص اللي بيغني الأغنية بدون ما نحتاج حتى إن نسمعه هو عم بيغني. كيف؟ من خلال قميص ذكي اسمه ساوند شيرت، بتضمن 16 جهاز من أجهزة الاستشعار ترسل أحاسيس بكل أنحاء الجسم تتزامن مع الموسيقى اللي بيتم تشغيلها لخلق الشعور عند الصم. يعني اختراع مهم ومفيد كتير إذا استخدمناه بالطريقة الصح. خبر حلو، خبر كتير حلو. خبر حلو، خبر كتير حلو. يوم الخميس المساء الموافق 11 رح يظهر قمر الحصادين بسما المملكة ليصير بطور الاكتمال ويكون ساطع أكتر من المعتاد، لتكون السماء بالليل مضوية كتير مثل النهار تقريباً، لدرجة إنه الأشخاص الموجودين في المناطق المظلمة بيقدروا يشتغلوا بالليل على ضوء القمر بدون ما يستخدموا أضوية. وطبعاً سبب تسمية هذا القمر بقمر الحصادين إنه الحصادين زمان كانوا يستغلوا نوره ليضلوا يشتغلوا طول الليل. تقدروا تشوفوا قمر الحصادين من الساعة 6:30 المساء للساعة 5 من فجر الجمعة، خاصة بالمناطق العالية مثل الأسطح والأبراج وفوق مآذن المساجد، وكمان رح يكون مميز وواضح كتير بمنطقة وادي رم. هاي دعوة من مزاج اف ام وراديو دهب لكل متابعينا إنه يستمتعوا بهاي الظاهرة ويقعدوا تحت ضوء أعداد عائلية، أو ممكن كمان تقعدوا مع حالكم وتستمتعوا بهالمنظر الحلو. خبر حلو، خبر كتير حلو. خبر حلو، خبر كتير حلو. حسب الأبحاث العلمية الجديدة اللي حللت حوالي 5000 دراسة، الكركم بيساعد في علاج مرض السرطان، وخصوصاً سرطان الثدي والرئة والدم والمعدة والبنكرياس والأمعاء ونخاع العظام، وكمان بيمنع موت الخلايا السليمة عن طريق منع الخلايا السرطانية من إطلاق البروتينات الضارة. وغير هيك كمان بيساعد الكركم في علاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والتهاب المفاصل، وبيسرع من الشفاء بعد العمليات الجراحية. ضيفوا هالبهار لأكلاتكم، سعره مش غالي وطعمه زاكي وبزبط مع كتير من الأكلات، حتى إنه في منه كبسولات بتنباع بالصيدليات كمان. خبر حلو، خبر كتير حلو.